صباح الخير. كشبرد؟ غير هو. إذا ليلى المهرجان الرياضات الميكانيكية أصبح تقليد، تغطيتك لهذا المهرجان أصبح تقليد أيضاً، وش راح يميز هذا الطبع الثامن لهذا المهرجان؟ المهرجان الوطني في طبعته الثامن للرياضات الميكانيكية راح يكون متنوع جداً زميلي هشام، لماذا؟ لأنه فيه مشاركة قياسية ل 80 دراجة نارية بالإضافة ل 33 سيارة تقودها سيدات من مختلف مناطق الوطن، كذلك راح يكون فيه سباق السرعات داخل ولاية إليزي بالإضافة إلى الكارتينغ، كل هذا راح نشوفوه من خلال هذا المهرجان الوطني للرياضات الميكانيكية في طبعته الثامنة. نقول لك أنه السباق راح يكون شاق وشاق جدا، عندنا 4000 كيلومتر، صدقني هشام لو كنت من المتسابقين راح أولا راح تكتشف الجزائر، لأنه راح يكون مزيج بين الرياضة والسياحة، لكن صدقني راح تكون تعب راح يكون تعب شديد جدا. نقول لهم انا بون كوراج لكاع لي بيلوت اللي راحين يشاركوا في هذا المهرجان. ما نحسدكش بصح انا غبتك، عاده نشوفوك متسابقه مشاركه، هذه المره اعلاميه، شكون راح يقود السياره؟ اكيد هذا سؤال يتبادر الى ذهنك والى ذهن كل المتتبعين، في العاده نكون انا من المتسابقين، لكن من هي قائده السياره؟ هذا ما راح نكتشفه سويا زميل هشام. دنيا صباح الخير. صباح النور، هذه انتي دنيا؟ الله يبارك. واش راكم لاباس؟ راكي ديري اخر ترتيبات اخر التحضيرات؟ لحظات الاخيره دوكا بقاو لنا شحال امل برك سي بور نو جوست رانا نشوفوا في الكالكول اللي درناه صافي ان سيمين حاجه جديده هنا سيكو راود بوك عطاهولنا شويه بكري الشيء اللي خلانا انه نحضروا قبل الوقت وانا راح نحتفظ باللقب تاعي متعودة زميلتي ليلى هي اللي تكون معايا اليوم امل ببوش صافي خاصك 2 3 غالي ديرهم معايا هذه كوبيلوت ان شاء الله دنيا حظ موفق تروحي تولي بسلام عليك سلام عليك ولكل المشاركات تلقاو في نقطه الوصول ان شاء الله شكرا C'est une longue, c'est un long trajet. Donc, il y a Marfèche avec qu'il y a des femmes, qu'il y a des couples, qu'il y a des équipages mixtes. Donc, surtout en ce qui concerne les femmes, ils doivent faire une halte. On a prévu une halte, une neutralisation de 30 minutes à Belil. Il y a les gens qui veulent faire le plein, ils le font là-bas. Les gens qui veulent se désaltérer, qu'un café, un restaurant, une station d'essence. كارو
احنا ديبارتي بركا بيناتنا هي المينيت هيا تشاو 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 وامي في مين فيها ما ديرينا اسمي احكي لنا واش صرا لك واش كاين جي بيردو لو بولون كي تي على رو دونك لي رولمون شوفي اي والرودا سي ديبلاسي بدات تلعب ندخلوا قبل ما إليس واش صرالك؟ ما بغاش ديماروني يضرب ما ماتت لي الباتري وراحوا كاك قلعوا وخلوني Je suis 120.
deux manches. C'est l'addition des deux manches. Le moins de temps, où est celui qui est proclamé vainqueur. Premier, deuxième et troisième. البطولة الإفريقية للملاحة الشراعية استضافتها الجزائر، نكتشف أجواء المنافسة وجمالية الرياضة. La direction du vent, le courant et la cayenne, l'état de la mer, on chauffe parce que nous avons une tactique de navigation. Force parois. Alors, on a le caporal mouillé, on chauffe Madame Bécon, le côté droit et le côté gauche. Pardon, c'est mon côté droit beaucoup plus que le côté gauche. الشرائية نشوف بلي الإقبال عليها ويزيد من عام لآخر كرياضة، واش تقدر تقولنا عليها؟ الملاحة الشرائية كرياضة هي ديسيبلين.